تحياتي للجميع. الجزء الحادي عشر من العملات الافتراضية والبديلة. اليوم إن شاء الله راح أحكي فيه عن العملات الافتراضية، أهدافها ومزاياها. طبعاً هذا الشيء هو يعني يعتبر أهم سبب بدفع العملات الافتراضية للوجود من الأساس. غير عن هيك راح يكون فيه لها صعوبة ومنافسة قوية جداً. نبدأ نحكي. العملات الافتراضية هي عملة بديلة للعملات النظامية اللي بتحكم فيها البنوك المركزية، وإحنا حكينا سبب مشكلة البنوك المركزية وتحكمها بالعملات. وبسبب هذا في عنا إحنا أوفرهيد على كل عملة مهما كانت، إلا ما يكون في أوفرهيد للبنك المركزي موجودة انترنسك بقيمتها الداخلية. هذا جزء ضايع بالنسبة للتجار، يعني أنا إذا بتهاجر وكذا هذا جزء زي ما تقولوا حصة البنك المركزي خلاص راحت علينا، موجودة فيها وجزء منها. طبعا هذا جزء من تكلفة التشغيل ومراقبة ومتابعة كل الأشياء هاي لها علاقة بالنقد. أهداف كمان للعملات الافتراضية تقليل كلفة المعاملات التجارية وتقليل كلفة نقل المبالغ ونقل الثروة. هذه الجزئية يعني هي عنوان كبير لمواضيع كتير أصغر منها، يعني فيها كتير 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 أشياء، يعني مش شغلة سهلة. راح أرجع أحكي لكم إياها تاني. تقليل كلفة المعاملات التجارية وتقليل كلفة نقل المبالغ ونقل الثروة. هاي الشغلة مش شغلة بسيطة، هاي شغلة كتير كبيرة. وراح تلاقي إنه معظم الكلام في كلام كتير إحنا راح نحكيه بعد هيك من ضمن المميزات هاي يندرج كلياته تحت هذا الثيم، يندرج كله تحت نفس مبدأ تقليل التكلفة. وهاي هون تبدأ قيمة العملات الافتراضية بالظهور. ليش؟ لأنه إحنا لما نقلل التكلفة علينا بتزيد أرباحنا. ما ننسى إحنا إنه الأرباح شو تساوي؟ الأرباح تساوي الدخل ناقص التكاليف. الدخل ناقص التكاليف يطلع عندنا الأرباح، النت بروفيت. فريفينيو ماينس اكسبنسز بيطلع عندنا الأرباح. فإحنا إذا قللنا الاكسبنسز هذول إحنا عندنا أرباح أكثر. طبعا هذا الشيء مغري للبزنس دائما، وهذا واحد من الأشياء اللي بتدفع البيتكوين. بالإضافة لهيك في عدم سيطرة لأي سلطة مركزية. إحنا حكينا ما في سيطرة للبنك المركزي، ما في سيطرة لأي انتيتي مركزي، ما في حدا هو المسيطر او هو المهيمن على كل الشبكه. ما في الشبكه متوزعه ديستريبيوتد وديسنترلايزد. يعني شو هاي الشغلتين مهمين؟ انه اول شيء ما فيش محل بيسيطر عليها لحاله، وما فيش محل هو العقل المركزي اللي اذا ضربته راحت النتورك كلها. هاي شغلتين مفيده. ترفع من ضمن الاشياء اللي بتفيدنا تحت بند تقليل التكلفة إنها ترفع كفاءة نقل الثروة من مكان للتاني. بنفس الوقت وهي بتنقل هاي المعلومات أو بتنقل هاي النقود في إلها درجة الأمان مرتفعة جدا. يعني عم نقلها من مكان لمكان and we're very secure بعملية النقل هاي. يعني ما راح يطلع علينا قطع طرق، ما راح يطلع علينا ناس مان ان ذا ميدل اتاك، ما راح يطلع علينا كذا. كل العمليات هاي فيري سكيور لدرجه انه ممكن الاعتماد عليها. طبعا ليش نحكي احنا سكيور؟ لانه نسبه الحمايه اللي فيها اعلى من نسبه الحمايه اللي بتستعملها البنوك في التعاملات تبعتها. فاحنا هون اوريدي احنا ضمننا انه الحمايه تبعتها على الاقل كافيه، على الاقل كافيه، اذا ما كانتش احسن من المتوفر حاليا. من ضمن الأشياء إنها بتشيل كل مخاطر استخدام بطاقات الائتمان. طبعاً إحنا بطاقات الائتمان بحر كبير جداً من المشاكل، من أول إشي سرقة الأرقام إلى انتحال الشخصية إلى كتير 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 أشياء. بالإضافة لهيك إحنا دائماً في تراست، دائماً في حلقة ثقة، دائماً في حلقات ثقة في أي سيستم. في حلقات الثقة تبعت نظام الائتمان في كتير أشياء تضيع. يعني الشخص لازم يكون حريص على الرقم تبعه إنه ما حد يشوفه. لما تروح تستعمله لازم تتأكد إنه اللي عماله بياخده منك مش عماله بسجله. اللي أخده وما سجلوش لما يبعته لازم يكون متأكد إنه عنده سكيور لاين، لأنه إذا ما كان عنده سكيور لاين أي حدا ممكن يسمع للحوار اللي صاير بين الجهاز وبين السنتر ويقرأ المعلومات اللي عماله ببعتها. إذا ما يعني عنا حلقات كثيرة من الثقة اللي لازم تكون كلياتها
كويسة وشغالة وصحيحة وفيش فيها أي مشاكل، لحتى ما توصل إلى إنه عندك all the way للبنك. يعني إحنا حتى لما نوصل للبنك كل يوم نسمع عن breaches في بطاقات الائتمان. يعني هذه المشكلة مشكلة عويصة جدا، لو إنها بتنحل بسهولة كان انحلت، بس إحنا لليوم في عندنا مشاكل كتير في بطاقات الائتمان. وهاي عشان هيك أنا بحكي إن محيط كامل، بحر كامل من المشاكل اللي خضع لها بطاقات تحت تندرج تحت بند مخاطر بطاقات الائتمان. طيب علشان هيك إحنا الـ virtual currencies هاي بيجي بتساعدنا بحل هاي المشكلة، من ضمن الحلول لهاي المشكلة. غير عن هيك ممكن للدول، إحنا أنا حكي ذكرت هذا الإشي، ممكن للدول اللي ممنوع فيها تتعامل مع بطاقات الائتمان. في كتير دول ما شركة فيزا أو ماستر كارد ما بتتعامل معهم لأنه في عندهم مشاكل، عندهم مشاكل داخلية كتير. هاي الدول بإمكانها أنها تتعامل مع الـ virtual currency بدون أي مشاكل، ما عندهم هاي المشكلة. هاي المشكلة مش واردة لأنه العملية هاي أنت كأنك تتعامل مع نقد حقيقي، ما عملك تتعامل مع بطاقات الائتمان اللي ممكن أنها تنسرق. وأهم شيء إنه هاي الدول تكلفة إنه الإنسان يكون فيها، يعني بيسموه بنك، يعني الإنسان اللي هو عنده قدرة بنكية، عنده قدرة إنه يدخل على بنك ويعمل حساب ويطلع كارت وكل الأشياء هاي، يعني كل حلقات الثقة موجودة. فالإنسان نسبة الناس اللي بتقدر تعمل هيك في هذيك البلد محدودة، لكن في نفس الوقت في ناس منها محتاجة لتشتري أشياء أونلاين. يعني مثلا نفرض إنه أنا في زيمبابوي، وزيمبابوي مثل كويس، نفرض انه انا زيمبابوي وبدي اشتري شغلة على امازون، امازون رح تحكي لك انا ما بقدر اوثق فيك، انت عندك مشاكل كتير في البلد والبطاقات الائتمان تبعتكم يعني انا ممكن كلها مشكوك فيها، انا ما بقدر اشتري منك، ما بقدر اخذ منك المبالغ هاي لانه انا ما رح اقدر احصلها. بروح الشخص هذا بيشتري مثلا فيرتشوال كرنسي، احدى فيرتشوال كرنسي ممكن تكون امازون كوين. في حاله امازون كوين اي نو هو يو ار، اي اكشلي اي دونت كير هو يو ار، بس انت معك الكوين تبعتي اللي انا اي ايشيوت فانا متاكد من صحتها، وانت لما تستعملها للشراء انا ممكن ابيعك بدل هاي. بس هذا بس تدفع عندي بامازون، ما بتقدر تستعملها باوفر ستوك مثلا، ما بتقدر تستعملها بنيو ايج ولا اي شيء ثاني انت بتحاول تشتري من عندها. علشان هيك هاي الدول تستفيد كتير من الـ virtual currencies لأنه بطاقات الائتمان كسيستم failed to give them what they need. بعدين بنضاف لهيك إنه مش محتاج الشخص هذا، مش محتاج إنه يكون banked، يعني ممكن يروح على كشك صغير يشتري منه الشغلة اللي هو بده إياها، يدفع له هو بالعملة المحلية، يأخذ القطعة هاي ويروح يتعامل فيها أونلاين مع أي سيستم وبيمشي حاله فيها. بنفس الوقت مش اي بزنس بيقدر بامكانه انه يتقبل كريدت كاردز. يعني البزنس الصغار محتاج اول شيء تو استابليش ريليشن شيب مع مثلا شركه فيزا او كذا. في شركات تخليص بتعمل لك هاي العمليه كلياتها وبتسهل عليك العمليه، لكن هي عمليه مهمه وخصوصا لما يكون بنك سمول بزنس، يعني محل مثلا ببيع قطعه او اثنين، او انسان ببيع يعني بينتج اشياء له شخصيا وبيبيعها أو أشياء معدل بسيط، أو صاحب بسطة مثلاً. هذا العالم صعب كتير عليهم إنهم يعملوا، أو بائع متجول صعب كتير عليهم يعملوا علاقة مع فيزا أو ماستر كارد. في إنتري ثريشولد اللي تسمح لهم إنهم يدخلوا أو لا. هذا العالم بتفيدهم كتير قصة البيتكوين لأنه بيقدروا بإمكانهم إنهم أوتوماتيكلي يبلوا التكاليف، أو أوتوماتيكلي إنهم يصيروا يبلوها للعملات الافتراضية. بنفس الوقت تكاليف التعامل مع العالم هذول، يعني نفرض انك انت بدك تتعامل مع ماستر كارد كذا، في كلفه، في اوفر هيد اللي هو 2.7% تقريبا حسب علاقتك معه. هاي العمله هاي 2.7 هذا اوفر هيد، هم منهم ارباح لهم، وفي تقريبا 2% هذه علشان الديون المعدومه اللي هم ما بيقدروا يحصلوها، يعني واحد دفع وطلع فيه فراد ورجعوا المصاري كل اشياء هاي، هذا اوفر هيد ما بيقدروا يستغنوا عنه. في حاله الفيرتشوال كرنسي هذا الشيء مش موجود، بالعكس معظم الفيرتشوال كرنسي اما ما لها رسوم او رسومها منخفضه جدا، يعني واحد بال 10000، واحد بال 1000، رقم كثير صغير. حتى لو 1% برضه بضل اصغر من قيمه فيزا وماستر كارد. مع العلم هاي القيمه ممكن تبلعها فيزا وماستر كارد بدون مشاكل لانه هم بيعملوا ارباح كثير على الفوليوم تبعتهم العالي،
لكن هم ستيل ليش انا ادفع من ارباحي اقلل من الارباح تبعتي علشان تو كفر اكسبنسز. فشو بيعملوا هم لحد هلا ماشيين في الموضوع هذا، بس لما يصير في عندهم منافسه زي مثلا فيرتشوال كرنسيز اللي هم خليهم تخسر هم هاي الاشياء، اكيد هذه العمولات كلها راح تنزل. طيب هاي نهاية الحلقة 11، وإن شاء الله بشوفكم بالحلقة 12 نكمل فيها مزايا العملات الافتراضية. سامر الصالحي، تحياتي.